أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم خلاله في جولة على أبرز القصص الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية برفقة مراسلين من الميدان. قامت جمعية تخليد شهداء أم الفحم واللاجون بإزاحة الستار عن أضرحة الشهداء الذين قاوموا المستعمر الإنجليزي والعصابات الصهيونية، فناقشت اللجنة أسماء الشهداء وتاريخ ارتقائهم مع علم فلسطين تخليدا لذكراهم في مقبرة المحاميد في القرية، وتوجهوا إلى مقبرة قرية اللاجون المهجرة ورفعوا الستار عن صخرة نقش عليها أيضا أسماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن اللاجون. شارك في الحفل عدد كبير من الشخصيات الوطنية وذوي الشهداء وأقربائهم، وبيان حجرات تحدثت مع ذوي الشهداء عن مشاعرهم في هذا اليوم وعن قصة استشهاد ذويهم. أتذكر إنه أبوي كان إنسان اللي دائما يعني بالعمل على أساس مقاومة الاحتلال البريطاني، انتداب البريطاني، ف يعني عملوا عليه شو اسمه اللي الخون اللي كانوا يشتغلوا مع الانتداب البريطاني، خبروا اللي انه اجا وكان حامل البارود تبعته وفات على الدار. فراسا اجت قوه كبيره وفاتوا على الدار. انا بعرفش هي يعني، بس انا خرفوني، انا بكيت ابن تقريبا سنه. صدموا اياهم البارودي اللي شو اسمه هذا، ظلهم يقتلوا فيه، قطعوا مصارينه وقطعوا شو اسمه الكبده تبعته. الهدف هو كمان مره توعيه الجيل الصغير، زي ما انت شايفه معنا اولادنا صغار، معنا شباب، معنا كبار في السن، فاحنا بنعيد الذاكره من الكبار للشباب للجيل الصغير لنستمر في هاي الروح، روح العوده لارضنا ولوطننا، واللجون هي النا مش الهم. قضية بعد ما زلنا في إلنا حق ولازم نطالب فيه، في عنا قضية ومستمتين لحد قضيتنا تظل مستمرة، إذا مش إحنا أولادنا وإذا مش أولادنا أحفادنا ومش أحفادنا أحفاد أحفادنا، إنه هون إحنا أصحاب حق وأصحاب قضية، والحق لازم يرجع لصاحبه، والحقيقة لازم توضح إنه إحنا أصحاب أرض وأصحاب حق، اللاجون إلنا والأرض إلنا وهم اللاجئين عنا، صاحب الاسم احنا تهججنا ولاجئين، بس انه هون حق العوده وحق تقرير مصيرنا على ارضنا، لابد انه هذا الاشي اللي يصير. مصرين على حقنا في العوده، اليوم احياء لذكرى الشهداء، احنا ما بننساش شهدائنا، ننساش ارضنا ولا مقابرنا ولا بلادنا، فاحنا بنطالب العالم يقف مع قضيتنا ويدعمنا، وقف مع الحق ضد الباطل ضد الظلم. احنا عايشين بذكراه، شو يعني كل الوقت بسيرته، يعني من ما خلقنا وام تخرف عنه مش ناسينه، كل عيد بنيجي عنده، كل مناسبة بتصير أي شيء بالمقبرة بنيجي عنده عند سيدي، لا مننسوش، كل وقت حدا نسي، لا إحنا ولا أمي. الشهيد عند ربه وبقلب شعبه، ولازم مفروض إحنا نحيي شهدائنا، شهدائنا هم رمز حياتنا، هم رمز بقائنا واستمرارنا للمستقبل، لأجيالنا، لأطفالنا، لأحفادنا، على أساس يكملوا الحياة هنا بوطنهم اللي ما لن نقبل
بغير فلسطين وطنا لنا يعني. بفضل سيدي، بفضل الأجداد والجدات اللي هم عاشوا هاي اللحظات وهاي الأحداث اللي هي موجودة هون، اللي حكولنا عنها واللي هي ترسخت في ذاكرتنا، وكل مين بيحكي إنه إحنا مش ذاكرين ومنعرفش، هم أكيد غلطانين بشكل بحتي. بحب أحكي إنه إحنا هون رح نكون دايماً، مش بس في هاي المواسم، مش بس في هاي المواسم، مش بس في هاي الأحداث، إحنا دايماً نتذكر بلادنا، وإحنا دايماً متواجدين عشان بلادنا، وإحنا ببلادنا مشان ما حدا يخدها منا. لو هم متواجدين هون إحنا أكيد هاي إلنا الأرض، مش رح نستغني عنها، وهي دايماً في قلوبنا وفي عقولنا وفي كل حدث من الأحداث اللي بيصير عندنا. نساء بأحلام بسيطة وطموحات كبيرة حضرنا دورة الاستكمال في مدينة رهط، منهن من لم يكن يعرف القراءة والكتابة، ففتحت لهن هذه الدورة آفاقا جديدة. ورغم صعوبات الحياة وزخم المسؤوليات المترتبة عليهن، استطاعت هذه النساء أن تصنع لأنفسهن قصص نجاح بإزاحة كل العقبات، ليحملن معهن رسالة ملؤها الأمل أن لا مستحيل يقف أمام إصرارهن بتطوير وضعهن الاجتماعي والتعليمي. ياسر العقبي التقى بعضا من هؤلاء النساء التي تخرجن من دورة الاستكمال في مدينة رهط، لنتابع. أنا تخرجت عقب يعني عقب عمر طويل، أول بادية الحمد لله العمر كله. تخرجت عقب ما سرت جدة، كان عندي هدف وحلم إني أبدأ أقرأ وأكتب، ما كنت بعرف بقرأ وبكتب. سبحان الله الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. تعلمت القراية وتعلمت الكتابة وبدأت في الاستكمال، كملت، واليوم كان الفرحة الكبيرة بالنسبة لي التخرج. يعني شعور كويس انك تحس حالك انك تخرجت رغم من الصعوبات اللي انت بتواجهها، انك ام ونفس الشيء لاولاد، ونفس الشيء انك جد وان عليك مشاغل، بتمشي بتكافح عشان تتعلم. ما في شيء مستحيل اليوم، لان انت بتبعد كل العقبات عن طريقك، ما في شيء مستحيل. بكل فخر افتخر يعني اني وصلت لها درجة، وانا في نفس فهجيل يعني فهجيل، انا بشوف يعني صبايا وشباب صغار، يعني صغار بالنسبة لي بيبي، يعني ابو 25 ومش متعلمة. انا بشوف شباب واصل الابتدائي ومبطل خلص، فاقد الامل خلص، كبرت انا خلص. بس انا الحمد لله انا بديت وانا 59 سنة، والحمد لله خلصت الحمد لله، كل فخر كل تصميم. والحين بتعلم في مركز الرحمة، بتعلم قراءة كويسة، القراءة العربية يعني بالقرآن كويس، وافتخر الحمد لله بكل هذا التعليم. أنا لو يتيح لي الفرصة وعندي مجال وعندي يعني شهادة توصلني للجامعة، والله لا أتعلم. ويتيح لي الفرصة والله لا أتعلم، لأن العلم ما في، لا تقول لي أنا كبير، لا تقول لي أنا اختيار، لا تقول لي ما له عمر محدد. التعليم ما له، وزي ما بيقولوا ما في ياس مع الأمل. هذا اليوم شعور لا يوصف، أخذي للشهادة. كان من حلمي وأنا صغير أني أصير دكتورة في الجراحة،
وإن شاء الله بعد ما استلمت هذه الشهادة اللي هي كانت أول خطوة عشان أنا أبدي في الدكتوراه. فاليوم أنا عن جد مبسوطة جدا وبشكر كل المعلمين وكل طاقم الجمهوري تبع المتناس، وإن شاء الله إن شاء الله هذا الشهادة أنا ما رح أوقف، بالعكس رح أكمل. ومن شهادة لأخلص البقريت اللي ظل عندي تقريبا 5 بقريت، ومع كذلك الأمر رح أطلع على الكلية ورح أطلع على الجامعة وأتعلم إن شاء الله الطب. يوسف قداح يسجل قصة نجاح مبهرة في عالم الطهو، وبدأ مشروعه الصغير واستطاع كسب مجموعة من الزبائن. اختار هذا الطاهي مكانا بعيدا عن ضوضاء المدينة ليبدع بلمساته ويصنع أطباقا تجذب أنظار محبي طعامه. كما دأب قداح على نشر فيديوهات الطعام الذي يعده في مواقع التواصل، واخترع لنفسه طرقا خاصة والتي لاقت تفاعلا كبيرا وزادت من شهرته. أريج الشوا أجرت لقاء مع الطاهي يوسف قداح وعادت إلينا بهذا التقرير. بطريقة عرض جديدة واستثنائية، اختار يوسف قداح من مدينة غزة أن يشارك متابعيه على تطبيق إنستغرام لطريقة طهيه للطعام. فشغفه بالطبخ وطريقة إعداده لمختلف الوصفات جعلت عائلته وأصدقائه أول من يدعموه لصناعة محتواه الخاص، حيث يختار لنفسه مكانا بعيدا عن ضوضاء المدينة لتفريغ طاقته من خلال الطبخ. بالنسبة لفكرة الطبخ، لما كنت في أيام الجامعة كنت أطبخ في البيت مع الشباب، كنا نجرب لسه ما كناش كتير شاطرين في موضوع الطبخ، فكنت أتعلم شوي من أمي شوي من اليوتيوب، وكنا نجرب الشباب لغاية ما حسيت أنه الموضوع يعني زبط، وصرت هيك أستمتع وأنا بطبخ للشباب. بالنسبة للفيديوهات اللي بعملها هلأ وأنا في الشغل، شغلي هلأ في وقت البريك، كل ما يكون عندي بريك بفتح فيديوهات العلاقة بالطبخ، فصراحة كثير يعني صرت استمتع وانا بحضر فيديوهات الطبخ. فمن لما حسيت حالي بستمتع حكيت ليش ما اجرب، يعني وانا بعرف اطبخ فخليني اجرب اعمل فيديوهات. الأكلات اللي بعملها مش إشي معين، في فلسطيني، في إشي غربي، في سلطات، شغلات خفيفة، مش مركز في إشي معين لأنه كل حدا بحب شغلات معينة، فبحاول يعني الكل يلاقي اللي بده إياه موجود عندي. من خلال الفيديوهات اللي بنزلها على الانستغرام في اقبال كبير من الناس صار على هذا الموضوع، وصار حتى في ناس بتصير تبعث لي انه اعمل هاي الطبخه، حتى في ناس بتبعث لي مكونات للطبخات انه ليش بنعمل هاي الطبخه بهاي الطريقه يعني. فحس صراحه الموضوع جدا ممتع انه الناس في تفاعل كثير منه.
اللي خلاني اختار هذا المكان اطبخ فيه، لما حكيت بدي اطبخ حسيت انه لازم اكون شوي مختلف. فايش اللي بخليني مختلف؟ انه انا لازم اختار اشي شوي مميز، اللي هو مش في المطبخ، مش اشي تقليدي. فاجيت على هذا المكان لانه انا كثير برتاح، كثير هيك هذا المكان مريح للعين وبخلي عندي طاقه ايجابيه، بخلي عندي افكار ايجابيه لموضوع الطبخ. كمان الشغلات اللي بستخدمها معظمها شغلات خشبيه فلها علاقه بالارض. يعني هلا اللي بيميزني عن غيري الناس اللي بتطبخ او اللي بنزل فيديوهات، بيميزني شوي انه انا بطبخ في الطبيعه، طريقه طبخي شوي مختلفه لانه بحاول ابتكر من الشغلات الموجوده عندي في الارض، بحاول اعمل اكلات هيك تكون معموله بحب، يعني خلينا نحكيها بكون مستمتع وانا بطبخ، فهذا بخلي الطبخه تطلع هيك كثير لطيفه. بالنسبة لدعم أهلي وأصحابي، أولاً أهلي صراحة في الأول كانوا شوي إنه خليك تركز في شغلك أكثر، لما حسوا إنه الموضوع عن جد أنا حاب الموضوع كثير حابه وإن أنا قاعد ببدع فيه، فبدوا يشجعوني، حتى بدوا يساعدوني في شغلات بيجيبوا لي إياها أدوات لها علاقة بالطبخ. بالنسبة لأصحابي سراج ومجدي، هذول الأصحاب الاثنين صراحة اللي كثير ساعدوني في موضوع الفيديوهات وبيصوروا معي دائماً. في أحد الشغلات اللي أنا كثير نفسي أعملها اللي هو أفتح مطعم، ولكن بطريقة شوي مختلفة، طريقة مش تقليدية. نفسي أنا أكون اللي بطبخ في هذا المطعم. من زمان بفكر في هذا الموضوع، بس حكيت خليني أمشي في هذا الموضوع اللي أنا فيه، الموضوع تنزيل الفيديوهات على الإنستغرام، وبعدين لقدام ممكن أعمل هذا الإشي اللي هو مطعم. كمان شغلة نفسي ألف في كثير دول في العالم، وفي كل مكان أروح وأعمل طبخة لهذا المكان. يعني فن السيراميك بعناصر أرمنية وإسلامية وفلسطينية يعتبر فن أنتجته عائلة باليان التي أحضرته إلى البلاد منذ 100 عام بهدف ترميم السيراميك حول قبة الصخرة. هذا الفن الذي ولد ببقاء عائلة باليان في مدينة القدس، والتي أسست متحفا خاصا تنتج فيه سيراميك بعناصره الثلاث وتعرض فيه أيضا منتجات هذا المصنع منذ 100 عام. رماح مفيد التقت عائلة باليان وعدت إلينا بهذا التقرير. تأسس المحل ب 1922 مع عائلتين، عائلة باليان وعائلة كركشيان. قبل 100 عام أحضرت إلى مدينة القدس 3 عائلات أرمنية بهدف ترميم السيراميك حول قبة الصخرة، ومنذ ذلك بدأت رحلة ترميم وتأسيس فن السيراميك الأرمني الفلسطيني. عن هذا الفن وعن من يحمل راية استمراره سوف نتحدث في هذا التقرير. في 1918 لما أجوا الإنجليز جابوا 3 عيال من كتاهية تركية، 3 عيال من أصل أرمني، عشان يسووا ترميم البلاطات اللي حوالي الحرم. اشتغلوا مع بعض ل 1922. عائلة أوهنسيان ضلوا في البلد القديمة بالدوم أوف ذا روك تايل ووركس اسم المحل. عائلة باليان وكركشيان أجوا هون المحل اللي واقفين احنا، أسسوا الخزف الفلسطيني. عندي ولدين وبنت، بدون ما أقولهم إنه تعالوا لازم ترجعوا، هذا هم حابين وفخورين بالشغل اللي قاعدين نسوي. درسوا أشياء إنه ما دخل السيراميك، بس بالآخر قد ما فخورين بالشغل اللي احنا نسويه رجعوا هم لحالهم وقالوا احنا بدنا نكمل معك. هذا أنا فخور فيه كمان. يعني أنا الوحيد اللي بشرف على كل الديزاينات. أول كانت أمي الله يرحمها، كانت مشهورة كتير أمي بالرسمات السيراميك. هي من أصلها من فرنسا، أرمنية من فرنسا، جوزت أبوي لما كان رايح إنجلترا عشان يدرس السيراميك
اللي على الدولاب. أبوي مشهور كان على الدولاب، يعني من ناحية العائلة أبوي كان الشغل تبعه الدولاب والسيراميك والألوان، التخصص تبعه كتير كتير كان قوي. أمي كانت بالرسمات وتشرف على البنات كيف يرسموا، هذا من ناحية الفن نقدر نقول إنه هذا ميكس من فن إسلامي من فن تركي ومن فن أرمني. من ناحية الإسلامي هو من الرسمات السيمتريكال الجيومتريك، هدول الرسمات اللي مشهورين بالرسمات الإسلامي. من ناحية التركي هم من الورد والتيوليب اللي كانوا مشهورين بكوتاهيا بإزنك. من ناحية الحيوانات والعصافير والطاووس هدول من أصل الأرمن، هدول اللي دخلناه وصار ميكس الخزف الفلسطيني الأرمني. الرسمة اللي رسمت أمي لما توفى أبوي، هذا روح أبوي طالع السماء وهي تبكي هون، وهدول الجراند تشيلدرن الأحفاد اللي عندها هي، هدول بتطلعوا على الصورة. هذا أصل من فلسطين من ريحة، موجود بقصر هشام بريحة، وهذا الأصل موزايك على الأرض، موزايك للحمام. أمي غيرت الستايل وسوت ديزاين مدور كله رسم إيد، وسميناه التري أوف لايف، يعني شجرة الحياة. يعني هذا في تاريخ فلسطيني وفن أرمني مع بعض مخلوطين هذول. هذا العالم كل حياتي باجي هون بشوف ستي أبوي، كل حدا بعرفه، تهاني أختها. يعني كنت أجي أنا صغيرة أروح على الغرفة ألعب بالخزف، ألعب بالبوية، أعمل إشي أو أرسم، فدائما كان إلي يعني دور بهذا المحل. بس ما عرفت قدي مهم لقبل سنتين يمكن، يعني الأهمية جد إلي شخصيا. شباب الرينا استطاعوا أن يسلطوا الضوء على إنجازات أجدادهم في مجال الزجل الشعبي، ليتوجوا ذلك من خلال مشروع عايشين الفيلم، أيام طويلة من العمل والبحث حول قصص النجاح التي سطرها ثلاثي الزجل الريناوي، والذي كان لهم الدور في رفع اسم الرينا ليصل هذا الفن إلى القرى الفلسطينية. في عيون هؤلاء الشباب نشاهد الفخر الذي صنعه لهم الأجداد، مستحضرين ماضي البلدة الذي يجسد تاريخا مهما من في حياة الفلسطينيين. قمر مناصرة كانت حاضرة في يوم افتتاح الفيلم والتقت الشباب والقائمين على المشروع.
الفيلم بلشت من انه احنا كنا نعمل مشروع اللي هو خاص باولاد الريني، وكان مهم انه كمان فيلمنا يكون له علاقه في البلد. فمن خلال البحث اللي عملوه الاولاد وفحصوا هيك امور اللي اشتهرت فيها الريني او اللي كانت بارزه وكل الناس بتعرفها، وصلنا لهيك كم من موضوع وتم التصويت عليهن، وتم اختيار موضوع الزجل كمان لانه هيك كان اكثر حيوي، انه في اعراس، في اغاني، في ارث، في كثير ناس اللي واكبت هدول الشعراء، ففي ناس اللي كمان بيقدروا يكونوا متحدثين. وبالنهايه طلع الفيلم واحنا كثير فخورين فيه، لانه احنا عن جد بنآمن انه ثلاثي الزجل الرناوي رفعوا اسم الريني عاليا ووصلوها لبلاد وقرى مختلفه في داخل فلسطين. فحسينا انه هذا الموضوع هو المناسب، والاولاد طبعا كثير تفاعلوا معاه، فهذا كان تعنقول السبب الكبير للاختيار. جربنا شيء جديد، يعني بقينا نفسين مراهقة، فاض شيء يعني كبير بالنسبة لي، يعني انه نصور فيلم ونسأل يعني ايش كتير حلو. نفتخر بالريني انه في هيك نوع من الفن بالريني وشيء قديم، ونعمل عليه فيلم. احنا يعني احنا اول ناس بنعمل هيك شيء عن ريني. هذا من تراث الريني، فاحنا بنفتخر بتراث بلدنا، واصلا الفكرة كانت انه نعمل شيء عن تراثنا، فقررنا نسوي حدة. شعور جيد جدا، وحسيت بالإفادة يعني، وحسيت باستحضار للماضي. يعني أنا أتذكرت شو ساوي أجدادي، وأنا قاعد عم بساوي عن أجدادي شو عملوا. سياق الفيلم اللي شاهدناه وضمن مشروع عايشين الفيلم جاءت للاستهلاك النقدي، استهلاك النقدي لشبابنا ولصبايانا، لحركاتنا، لطلابنا، حتى كمان لمجتمعنا، انه مهم يكون في استهلاك نقدي عند الجمهور لكل ما يشاهدونه ولكل ما يستهلكونه في وسائل الاعلام. الاستهلاك النقدي مهم لانه نعرف مدى تاثير وسائل الاعلام علينا، مضامين وسائل الاعلام علينا، إضافة إلى صناعة الأفلام. في اليوم حيز لصناعة الأفلام، صناعة الأفلام إحنا نجيب صوتنا، نجيب قضايانا، نجيب حاجاتنا، نجيب رغباتنا من جيل صغير، مثل الجيل اللي إحنا شاهدنا كيف صنعوا الفيلم اللي إحنا شاهدنا. كانوا ثلاثة شعراء ويسموا بالرناوية، ولهذا فقد أخذت على نفسي أن أكتب ما خلفه والدي ليكن ذكرى له، وليكن أحد لبنات الأدب الشعبي الفلسطيني، خاصة وأنه يجسد تاريخ مهم جدا في حياتنا الفلسطينية، حيث نظم الشعر من كل أنواع الشعر، من العتابة للمثمن للمربع إلى آخره، ولكن كان أيضا يجيد الغناء. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج مراسلون. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.